بنتي عبد السامع بو احمد، العمر ديالي 65 عام، واختي غا الظروف اللي جاتني وصافي. كنت غادا يزاكا امي شدوني جابوني وصافي، ما كاينش عائله اختي، كل واحد تيشوف راسو. كاينه ولكن ناكريني، ما قالك انت ماشي خونا ما حتى حاجه. والدي ماتوا بكري، ماتوا في الوالد عندي مات في 65، الوالده 69. كنت انا متزوج وطلقت، كنت متزوج جوج عائلات. ضحكت الوالد عندي كان واخد 4 عائلات. ديك المره الاخرى درتنا السحر في الدار وخرجتنا، وهي ماتت في الاخر. ومني بغيت نرجع للدار ما حملونيش، قالك تي اخو بحالك. داك ولادها والدين ولادهم. المرا اختي كنت ساكن معها في سيدي موسى الاولى، وبا تسيطر عليا وتعطيني شي ماكله معفنه وما تبغيش ناكلها، والثاني عاوتاني كذلك با تسيطر عليا. في الاخر تفرقت انا وياها. الاولى اللي طلقت معاها رجعت للدار، وبقيت في يمات عاوتاني خرجت من الدار. الثانيه سكنت معاها في الدار عاوتاني. لا ما عنديش اختي، ما عندي حد اختي. انا كنت نبات في فندق، وكنت كاري، كنت كاري بعدا، كنت كاري. وعاوتاني مشيت للفندق سكنت فيه، وبقيت ندبر هاك وهاك. انا نقول لك بصراحه، من 65 وانا عايش في تكرفيس اختي حتى 2021، قريبا 40 عام وزياده، تقريبا 50 عام تقريبا وزياده. تكرفصت اختي بزاف. ودابا شنو المشكل؟ دابا واخا نمشي نسول فيهم ما يديوهاش فيا يا اختينا، وما تيقولك اجي تاكل اجي تشرب اجي تنعس والو، يبغوك غير على الطمع. الا فيك الفلوس يقولك اجي مرحبا بك، ما عندكش الفلوس يقولك الله يعاونك. وانا كنت خدام في دار المخزن الداخل، وخرجت ناض واحد ولد عمي بغا يدي لي فلوسي. قلت له ودي لي، ما عنديش اخو، علاش غادي لي فلوسي؟ ما عنديش. الوالد عندي اختي راه كان تيدير سميتو تيدير استاذ العلامه في كليه العلوم، ومات وكان تيدير مؤنس خاص ديال جلاله الملك محمد الخامس، تيعطوا له السي احمد كوتا. ما تيسول عليه حتى واحد. هما قال لك سميتو شنو نقول لك انا، قال لك عاود راسك. ناد واحد ولد اختي كان جا عندي لعينتي، قال لي قالوا لك عاود راسك سير موت دبر راسك، ما بقيتش توصلهم كاع. شي اختي تيوقع العائلات غير العائلات تيديروا هادشي، العائلات تيديروا هاد الصداع كله. وتا واحد ملي يحملني كاع اللي مشيت لعندو تيقول لك سير بحالك اخو عطينا نتيجه. مو عايش يا اختي مأزم انا كاع، والله هادشي بزاف عليا اخويا انا وحق الله. هذا بلا عطينا خطرتني الخير يا اختي انا بعدا، والله اختي تنطلع الزنقه بالله. ما عندي فين نمشي، كاع الناس يخرجوا يمشوا عند عائلتهم 3 أيام 4 أيام، وأنا تنبقى ديما 3 سنين ولا أنا بلا عينيه تيقلي دوز. تكرفيت أختي أنا والله إلا عاد شي بزاف. يعطوني غير حقي في ديك الدار أختي اللي تنسل فيها حقي، ما بغاش يعطوني حقي. الدار عندنا في تقدم، جات في مجموعة الصنوبر رقم الدار 114، ما تيحملني حتى واحد أختي. ما عرف كيفاش هاد المشاكل هادو، اللي مشيتي عندو تيدور عليك وجهو ولي في شي شكل. ايه ما يحملكش، تيبغي يديو لك رزقك صحا. انا كنت عايش غير بوحدي، تناكل بوحدي. وناض واحد مرت با ولدها سميتو الباشير محمد، دا لي البوطاكاز، دا لي المعان، دا لي كلشي، والبيت شدو. والله الا كاع حوايجي مشاو ليا قداهم، ما يجيوش هما. شي واخا كان عطيك لاجل نمشي عندهم، والله ما يدوها فيا قولي بالله. انا عندي واحد اختي بيضة وغليضة لاباس عليها، عندها فيرما ابراهيم بوالعجال، عندها الدور في يعقوب منصور، وما تديهاش فيا كاع. داك النهار مشيت عندها قالت لي سير، بعد مني قالت لي ما بقاش تعرف الدار سير بحالتك. وجرت مؤخرا على راجلها تيدير عميد الشرطه، جرت عليه خدات هي دوك الدور كلشي اللي عنده. ومزوجه عندها ولادها، ما حملتنيش كاع. انا اللي بغيت نشوف اختي، عندي واحد التقاعد، مشيت لذاك حي الرياض، قال لي ما عندكش سميتو، ما عندكش الدوسي ديالك تماك. عطيتهم الرقم ديال الملف وداك الشيء، قال لك ما عندكش الدوسي ديالك في التقاعد، اللي في حريه ديك بلاصه التقاعد، في شحال هادي، بقى الدوسي تهز تماك ما بقاش، حيت كنت خدام الداخل، محسوب على البلاط الملكي. كاد عائلة بو أحمد الموسى ما نسمح ليهمش يا أختي، داو لي رزقي بعد أولا، ملين صحيحة مشات ليا، ما نسمح ليهمش لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا ما بغي نقول لهم حتى حاجة أختي، ما نسمحش ليهم ولا في الدنيا ولا في الآخرة، هما سببي في هادشي. ما كان عندنا واحد الورث كبير في مراكش، صحابو غنقبطوه غندير حقوق، ما كاين لا ورث لا ورثه والو اختي. اللهم نلقى في الخير حتى نموت وصافي، هادشي اللي كاين.
رزقي الزهرة، ولكن العمر ما نقدرش نقولك، نقولك 60 70 كنت مزوجة فوق الماس، وقع لي المرض تماك، مرض جاني الشلل تماك، حيت فوق الماس ما كاينش طبيب، وجيت لكازا عند اختي، جلست معاها 3 سنين وانا معاها، شوية حسيت بعيات، بدات كتعيا مني، وانا نطلب واحد السيدة جابتني الخيرية. مزوجة راجل مات، ولادي ما كيعيشوش ليا، 6 وليدات كانوا ولدهم كيموتوا، والو حتى واحد. هذاك هو السبب ديال الفقصة. عندي 2 خواتات مزوجات، وحدة مات لها الراجل هزها غير بنتها، وحدة براجلها الدار عامرة معاه، عندها الوسا وداكشي، معمرة على الدار، شي 15 واحد معاه في الدار. شداتني 3 سنين أنا معاها، ولكن في الآخر حسيت بها كتعيا، وأنا ما طلع لي التنسيم وبقيت صابرة الهدرة. جتني شالة شالة، جبت واحد سيدة تما خالية ديال المحمدية، تعذبت بزاف، مشيت للخالية ديال المحمدية ودفعوني الدراري تعرست من يديا، وبقيت عندهم 5 شهور تتعالجت، جابوني لهنا. كيجيو دابا قالك كازا محبوسة، أنا عاجبني هنا، صبت راحت هنا، نتمنو راهي تتشللت أنا عاد مات، خلا الدار وخلا كلشي، ولكن عندو الولاد، لعبو بيا الولاد، مشا كتب ليهم كلشي، هو ملي كنت أنا عند ختي، الولاد غلبو فيه، كتب ليهم كلشي بيع، باع ليهم، من جيت أنا خد حقي، قال لي كلشي باعو لينا، ما صبت باش نهدر. عطاوني 1,000,000 قالي داوي بيه راسك، شاي ديري كيما نجمع حلت أمر الله سبحانه وتعالى. كنطلب خواتاتي يجو يطلعو عليا، توحشتهم